كراميلا. عايز ايه يا حوده؟ مالك؟ مالي برضو. اه يا اخويا مالك؟ مال القمر ماله، ما جيناش على باله. يا اخويا اتكسف على طولك وعرضك، ما عادش فيها كسوف. ياما اعملي معروف. قاعده هناك ليه؟ انت مالك؟ اقعد ولا اقف؟ انت مالك؟ وبعدين هو انا قاعده في البلكون وانت قاعد في الترسو؟ السكه طويله واللي حواليا بيعبوا عينيهم ندم، وعايز احكي معاك حكايه. حوده اقعد مطرح ما انت قاعد، ولا اقول لك اسند دماغك على الشباك وتخمد نام. انام؟ ده احنا بتوع الليل واخره. امانسي عاوز ايه يا حوده؟ امانسي قوم روح مكاني. ما قلتلك خليك مكانك وخلينا احنا مكاننا. ما تفز يا مانسي، روح مكاني. ايه ده؟ ارجع. ارجع؟ ارجع فين؟ مالك يا بلدينا؟ مالك كيف؟ فكرك هترجس كيف ما عملت واقول مال القمر ماله؟ الله، هو في حاجة بلدينا ولا ايه؟ قلت لك ارجع مكانك. حودة حودة اقصر الشر يا ابني وارجع. ارجع فين؟ انا عايز كراميل. لو رايداك كانت جات لحد عندك. اقعد مكانك. مظبوط، الرئيس بيتكلم الاصول. ماله هو بالاصول وايش اخشاشه؟ قلت لك ارجع مكانك. كراميلا بقول لك ايه، روحي اقعدي جنبه لحسن يتخانقوا مع بعض. يوه اروح فين بس ولا اجي منين يا حسنات؟ كراميلا مش صاحبك وجاي معاكي؟ كان يوم اسود يوم ما شفت خلقته. خافي عليه، اقف بينه وبين الجدع اللي عمال يدور على الموت سكته فين. انت هتعمل علينا فرده يا بلدينا ولا ايه؟ بس يا حوده كراميلا هتيجي معاك اهي. نعمين يا حودة. بلاش تيجي هي كمان. مين قال؟ مدام جايب راحتها مناش عنديها حاجة، إنما تغصب على حرمة وتجيبها غصب عنيها لا. كيس كيس وعين العقل، كلام عين العقل. عين العقل ايه يا شيخ نصر؟ دي خطيبتي. مالكو يا ناس؟ تالي بتقول مالكم؟ عاوز تعرف منه؟ ما احناش قاعدين قراطيس، خدت لبالك؟ خدت يا بلدينا خدت. تعال شيخ نصر. طب حاسب ما تزقش. تعال بس روح اقعد جنب حسنات الله يرضى عليك. خلاص روح معايا يا كراميلا، خلي الليله تعدي. يا بايده اهدي، ما قدرش على الحمار بيعض في البردعه. بس اقول لك الحقيقه يا حسنات. ما تقولش يا شيخ نصر. ما اقدرش اسكت، الكلام يتحاش فيا موت. ارزاق انت عارفه الواد حوده عمل الليله دي كلها ليه؟ عشان اعوداني في البلكون. ما هي القعده جنبك يا حسنات نعمه من عند ربنا برضه. قلت لك اسكت يا شيخ ناصر. طب هات اشوف لك الكف. ما تشوفش حاجه، اما تقوم من هنا. انت ما فاهمش ليه؟ ما تفهم امال. افهم ايه؟ ما حاجه تتوه العقل. ما هي عقلها تايه هي والبيه من ساعه ما طلت في وشه في محطه الجيزه. شيخ ناصر خليك في حالك يا شيخ ناصر. اعمل ايه عشان اساعدك؟ ساعدني انك تسكت. بقولك ايه يا والد، تعالى اقعد هنا، وانت يا شيخ نصر روح اقعد مطرح. خلاص الشيخ نصر يبقى ملطشه في ايديكم، ده يجيبني هنا وده يوديني هنا. تعالى قوم قوم. قوم قوم، اقعدوا زحلقوا فيها كده لحد ما اوصل للسبنس. خش يا اخوي. لو بدك تحكي لي يا ولدي احكي، انا بدي اعرف حكايتك ايه. احكي لي جايز اساعدك. ما حدش يقدر يساعدني دلوقتي غير ربنا. يساعدني بالموت بعد الشر عليك ان شاء الله. انا يا حبيبي جيت لك عشان تحل معايا عقدتها يا ولد ابوي. انا اسفه اني قطعت خلوتكم. اهلا يا بوجي. معقوله يا دكتوره شايل القهوه بنفسك؟ هقدمها لعز منك. اتفضل. تشكري. تشكرينا يا دكتوره. انا سهرانه لو احتجتم اي حاجه. عن اذنكم اشرب القهوه بوجي. اقعد. من قبل ما اشرب القهوه انا عاوز اقول لك حاجه. اتفضل. لو انت خايف ان اظلم بنت عمتك ومواجيها، انا ظالمها دلوقتي. ظالمها؟ وظالم نفسي معاها. ليه يا رحي؟ لما يبقى في راسي واحده تانية شغله دماغي ليل نهار وعناية في عين مرتي، ابقى ظالمها ولا لا؟ رد علي. ارد اقول ايه؟
قلت هفضل صايم نفس الميتة. خليك فاكر أنا جيت لك عشان تساعدني وتحل معاي غفلكتها في وشي، زي ما تكون عايز ده أبعد عن سكة الحلال واروح في سكة تانية ولا اتجوزها في السر من وراكم. طب استنى استنى أبو وجيه. اوعى اوعى طلعني. لسه المناقشة ما خلصتش يا أبو وجيه. ما فيش كلام يتقال، طلعني ولا اطلع وحدي ومرتك تعز بيني. حاضر حاضر حاضر، اتفضل 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 يا أبو وجيه. أنست وشرفت. أبو وجيه أنا حاب أعد عليك تاني علشان نتكلم، أخ كبير لأخو صغير. مع السلامة. في ايه يا زين؟ ابو وجيه ماله؟ لا ابدا مفيش. امال ماله عامل كده ليه؟ يعني هو في موضوع كده مزعله. خشي خشي انت استريحي. قعدك ده كتير يا أنيسة؟ ترديش ليه؟ هرد أقول ليه؟ تقولي مالك؟ ممكن أشيل عنك؟ شيل ليه؟ ما فيش حاجة. استني يا الحيب. قلقانة عليها أنا عارف. أنا كمان قلقان. قلقان ليه؟ يعني قلت أعرف. أنا قلقان لك اللي مش شايف ولدي كبيري شايف راسه داير بيه مش مريح. لو تعملي فيها معروف وفي ولدك وتعملي في روحك معروف تقولي ماله جايزة ساعده. لو عارفة شي هقول لك. ولدك زعل اني كتبت له نص الملك؟ هو ده اللي دار في راسه. ما هي زعل اني كتبت له نص الملك؟ لو اخد على خاطره اني جوزت اخته من غير رضاه، لكن يزعل ليه؟ ولا كان بده اكتب لي ملكه كله؟ مالوش عايز الكلام ده يا حاج. اسكت خالص. ايوه اسكت. العم جاي. مساء الخير. يسعد مساك. سهران لحد الوقت ليه يا نعام؟ مستنيها الحايم انت كمان يا بنت اختي مش كده؟ كده يا خال. ما تقولولي فيها عاد، ليش ما استنى الحايم معاكم؟ الحايم ماله يا نعام؟ انا قلت لمرت خالي انه الحايم في شي في راسه. وانا قلت ما فيش حاجه. متكدر حبتين. سالته قال لي الامن ما يسلمش. هتعملوا الحبه قبه ليه؟ ليه؟ قوم لنا. روحي نام انت يا بنتي، روحي انعام روحي.
ملكتيني على ولد يا أنيسة، ملكتيني صح. هستناه لما يرجع واسأله ايه اللي طلبه، اكيد حيقول لابوه. تعال خش المسجد يا ابو هدير، تعال صلي. اللي ما بيقدرش يشيل بيرمي حموله على الله. ها انا مستني نصلي الفجر سوا. السلام عليكم. انتوا قاعدين كده ليه؟ خير؟ مستنيين رجعتك يا ولدي. بتبص لامك ليه؟ امك ما قالتش حاجه، غلبت معاها لاجل ما اعرف مالك. قالت ما تعرفش، انا بدي اعرف يا ولدي. تعرف ايه يا حاج؟ تعال يا رحيم اقعد. اقعد يا ولدي، مش هتلاقي اقرب من ابوك يحس بيك يا ولدي. انا مش عاوزك تشغل نفسك بي يا حاج، انت مشاغلك كتيرة. مشاغل اعز منك يا رحيم؟ تخابر. لو الدنيا كلها في كفة وانت في كفة هعطرك. انت عارف غلاوتك عندي وعند امك قد ايه؟ امك كاتمه سرك ما بدهاش تروح بيه حتى لابوك. قوم يا حاج، قوم صلي الفجر. هروح اصلي الفجر وانت تيجي تصلي معاي. اتوضى واحصلك. هتيجي ونصلي الفجر سوا ونقول يا رب، تحكي لي بعد كده ايه اللي تعبك، ايه اللي شغل بالك، وانا هريحك. حتى لو دفعت مالي كله مش هطيق اشوفك تعبان يا ولدي. روح روح اتوضى وتعال. مال ولدك يا أنيسة؟ ولد بخير يا حاج، روح صلي الفجر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا عم الحاج. عليكم السلام. رايح فين؟ بروح ارتاح لي ساعتين. عايز حاجة؟ خدني معاك. تيجي معايا؟ أنا والحيم عاوز أشرب شاي بلبن من يد فاطمة. ده الصبح الشريف ده. والحيم كمان عاوز يقعد معاي شوية عندك. مش كده يا الحيم؟ والله يا حاجة أنا من ليلة امبارح ما نمت. ولا أنا ولا أمك ولا إنعام. ما حدش فينا النوم هوا عنيه وبدنا نرتاح يا ولدي. بتبصوا لبعض ليه؟ هنقعد دلوقت ونشبع كلام وبحلقة. يلا تفضل يا حاج. تفضل 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 يا مرحبا. جيت يا حاج عثمان؟ ايوه جيت بس مش لوحدي. مش لوحدك؟ كويس انك صحيتي. جايب الدراويش دلوقت يا حاج عثمان. دراويش؟ دراويش ايه بس يا فاطمه؟ وعيبهم ايه الدراويش؟ بقول لك ايه حاج، لا تقولي ولا تعيدي. اما تعرفوا ضيوفك مين الاول وبقول ترضيهم لو عايزه كمان. قومي قومي ما تخافيش. ضيوف؟ ضيوف مين دلوقت؟ علي يا فاطمه. ابوي اكدي يا حاج. ها ايه رايك بقى؟ أبو الدراويش كلهم أهو ومش لوحده. ها؟ مع مين؟ أبو وجيه. ها؟ أطردهم؟ يا خبر؟ ينقطع لساني لو قلت كده. إنما جايين ده الوقت ليه؟ خير. اتفضل يا أبوي، اتفضل يا أخوي، أهلاً وسهلاً منورين. طول عمرك سر أخوك الحيم يا فاطمة. وسر ابوك كمان عشان كده جيت لك في الوقت ده. على عيني وراسي يا ابوي. يا رب ما يكونش حد فينا مزعلك. هزعل ومش هرتاح الا اذا عرفت روحي ماله. ابو وجيه في حاجه مزعلاه ومعيش يقربيها لحد. قلت اجيبه عندك انت والحاج عثمان لاجل ما تسالوه. في ايه يا اخوي؟ ولا حاجة يا فضل. لا في حاجة يا أخويا. بقى لك مدة وانت مش مبسوط. من ساعة ما فت على الحاج عثمان خدت وسافرت الصعيد. قل لأختك يا ولدي عايز نفوتكم وأقوم وتقول لها أقوم أمشي. بالله عليك يا ولدي أنا زعلتك. زعلتك إني كتبت نص الملك لك. أنا كده واخد أكتر من حقي. أمال مالك يا أخوي؟ يمكن لما الحاج قال لي اسافر الصعيد لاجل ما اجهز الجبانه حسيت الايام بتجري. يا ولدي ما دايم غير وجه الله. ده اللي مزعلك؟ الحق ما يزعلش يا ولدي والموت علينا حق. اشرب الشاي بتاعك اشرب. العام بقى لها كم يوم النوم ما بيهواش يعني هي امك. طب ريحهم زي ما ريحتني. مش هي دي الحقيقة يا فاطمة؟ مش هي دي الحقيقة ازاي يا حاج؟ زي الخلق. اخويا الحيم ماله؟ بده يتجوز. اخوك بيحب ومش قادر يحكم روحه. يا نهار اسود ومنيل. اسود ليه؟ ارتاحي ارتاحي. انت هتنعس. قوم يا حاج. اقوم في ايه؟ قول لي الكلام اللي بتقوله ده جد والله زار. اخوك زي ما يكون كبر وعقله طاق. ما تقولش كده على اخوك. امال لما يظلم ام وجيه بنت عمته اللي شالت الهم معانا واحنا لسه على باب الله، ولا يظلم ولاده صبيان وبنات عشان واحده خدت عقله يبقى عقل؟ انا غلبت كلام معاه ما بدوش حتى يسمع، لكن اللي مطمني شويه إنه ما قادرش ينطق بيها ولا يجر قدام الحج. كده يا رحيم. رحيم ولد حلال طول عمره حنين واخد في نفسه صعبان عليه
انه قلت له يبني لي جبانه في الصعيد، بيطمني انها مفهميها. سمعاني يا انيسه؟ ابقى طمني انعام يا انيسه. اطمنها اقول لي ايه؟ مش سمعاني من ساعتها؟ سمعاك، وما طمنهاش من الاول ليه؟ كيف يطمنها؟ يقول لها اللي قلته لي دلوقت. ولا ما خدتش بالك؟ هيقول لها صعبان علي يا ابوي، يبقى زي العيل الصغير. هي دي اللي انه ولدك ما عارفش كيف يبقى زي العيل. الحق القهوة. عجبي، هي القهوة اللي حنلحقها؟ خدت الشر وراحت، اعملي غيرها. يا ريتها تاخد الشر وتغور. بعد من هنا هذا شوشي. حاضر يا معلم. ما قلتش
تفضلي يا عروسة. لا، برجلك اليمين. اقفل الباب. الباب الباب. قفلت الباب. بسم الله ما شاء الله. ثانية واحدة، ثانية واحدة. لا، برجلك اليمين. تفضلي يا عروسة. مبروك يا عروسة، ألف مبروك.